أنا جاي من فرقة تاني أنا. تفضل فوت معي على جوا. هلا شفت تليفون وشكت عليك، تعيط ما بحق لك، من اللي بسافر؟ أو بتطردي للدرك. لو الفيديو ما حصل. إذا بتحب الأب مجرد مش قلبة أو حلوة اللي وخمسة. بتحب القهوة مرة؟ اسمي كمان، وهدفي بالحياة غير انه صير اكبر يوتيوبر بالعالم العربي، هو انه صير بزنس مان غني. بالفيديوهات اللي قبل جربت اعمل منتج لإلي، جربت اصنع بيت من الومنيوم وكرتون وصير اجرهم، بس كلهم فشلوا، حتى عملت سيارة من كرتون كمان. هون اكتشفت انه كرمال واحد يوصل للقمة لازم يبلش يكون موظف بالاول، يتعلم الاساس. فجبت تياب ماكدو ما حقول من وين وحبلش اشتغل عندهم. بس هلا اول مهمة انه نوقف قدام برجر كينج ونسألهم شوية زبونات. كله يروح على ماكدو، ما بدنا برجر كينج، نو برجر كينج. مرحبا. إذا بدكم مكدو أطيب، مكدو أطيب. أوكي. مكدو أطيب. ماكدونالدز أطيب. مرحبا. كيفك؟ مين حطك أنت هون؟ ما فينا، عم تشكوا الزباين منكم جوا. مثل ما شفتوا برجر كينج ما كانوا كتير مبسوطين انه عم نسرق زبوناتهم، بس بدنا نسرق زبون واحد، فهلا رايحين على ماكدو نبلش شغل. وهون صار اللي ما كنت متوقعه، انا كنت بفكر انه ماكدو رح يحبني اكثر من بعد ما جبت لهم زبون زياده من برجر كينج. اعطوني ام، اعطوني اعطوني سي، شو بنعمل؟ ماك دونالدز، ماك دونالدز. بس مش هيدا اللي صار، صورت وكل شيء تمام، بس طلع علي المدير وما كان مبسوط ابدا. جاي من فرقة تانية انا. تفضل فوت معي لجوا. قال لي انه بده يدق للدرك ويتشكى اذا ما بعطيه التياب هلا وبمحي الفيديو، فعملت مثل ما بده. هلا شفت تليفون وتشكت عليك، تعيط ما بحق لك، من اللي بس التياب؟ ما في تفلق ما تعطيني التياب، او بضطر اتشك عليك، او بضطر ادق للدرك، والفيديو ينمحى. هو هيدا الفيديو اللي عم تحضروه هلا، يعني محيته قدامه، بس انه رجعت على البيت ورديته، مع انه القصص اللي صورتهم كثير مهضومين بس ما ححطهم للاسف. من بعد ما صحتوني ماكدون محلون قررت انه اقدم على شغل مزبوط. انا هلا بنيويورك رح اكون عم بوقف ورا الكاونتر، رح اكون عم بحكي مع العالم، رح اكون عم بعمل قد ما فيه تكون موظف مثالي. يمكن ما بعرف، يمكن ما بعرف. مرحبا، كيفك؟ ايس كوفي؟ ايس، وي دونت هاف ايس كوفي، ام سوري. واي دو يو هاف؟ وي دونت هاف كوفي. كوفي وي ار اكشلي كلوزد ناو، ام سوري. اف يو وونت كي اف سي از اوبن. مكه في عندنا؟ ما في عندنا مكه، سوري. إذا بدك فيك تاخد أمريكان كوفي. أوكي. سوري. كوفي ما في. سوري. شو عم بيكون تشربه؟ آيس كوفي يو هاف؟ آيس كوفي نو. وي هاف أمريكان كوفي إف يو ونت. مكة؟ سوري مسكرين، نحن عم نعمل إنوفيشن. كابوتشينو. آيس كارميل لاتيه بليز. غير. زيادة سكر و زيادة سكر. بلا سكر. بلا سكر. I need my beer, please. خلاص عم بمزح معي. بونسوار. كيفكم؟ آيس كراميل لاتيه يعني وحدة. كمان. أمريكان كوفي كمان؟ لا لا. لاتيه. كمان آيس كراميل لاتيه. أمريكان كوفي إيه؟ إيه أمريكان كوفي سخنة بتجي. لا آيس كراميل لاتيه. آيس كراميل لاتيه ها هي وانت كمان عملنا هي بدك بس ما في عنا آيس كراميل لاتيه هو مش هلا انا شو عبيتكم غير شيء انا بدي امريكي امريكان كوفي آيس مش كراميل لاتيه اذا بدكم في دانكن هي مش غلط هي ما بيطلع في غير مصر اذا بدكم في اطلبكم ماكدو ام شيء في بيج ماك شو رايكم تشربوا؟ مش الحال لانه كنت موظف انا كثير 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 ثقيل اضطريت انه اجيب بعض شخصين تيساعدوني هالمره هن حيكونوا عم يقولوا لي شو بدي اقول انا او شو بدي اعمل من خلال هيدا الشيء اللي بدينتي بقدم لكم باتريك داوود ورواد قرح بتحب القهوه مره مش قلبه او حلوه مثل وخمسه بتحب القهوه مره مثل ولا حلوه مثل الشب حلوة يعني مثلك عليك كاكاو ولا شوكولات سيرب كاكاو ما عندي بس سوري حتى تيرو خلص شوكولات كله اصلا ما عندي لا في شوكولات كله ما في انت بتعرف انا
لا هيدي كرمال هيدا دليفري بس بيصلنا دليفري لمن هون. اذا بدك نحن بناخذ تيبس كمان. ثانك يو. انا اسمي نعمه هي هون نعمه وانا اسمي كمان نعمه. بدكم مع الدرينك تبس الرمان؟ تبس الرمان تبس الرمان تبس الرمان انتو هات كابل. حلوة حبيتوها حبيتوها حلوة. أول حلقة بتدقى السيستام إلا ما تعمل مليون 250 مليون و 225 لطفية واحدة مليون و 225 ألف بيطلع مليون 29 نحن الدولار عندنا 19000 هي دولار. إذا بدك ما تاخذيها على طريقة البلاك فرايدي بعد جمعة. إذا بدك هي طريقة البلاك فرايدي بعد جمعة نعمله نص سعر على يعني بيطلع مليونين و 425 يعني بيطلع مليونين و 425 هناخد تبس إذا عندك إذا بدك نحن نعمل تبس كرمال الحسابات الحلوين تبعي ودلنا كرمال الحسابات. مثل ما شفتوا قدامكم حتى موظف ما بقدر كون، صرت مجرب كل شيء وعم ضلني افشل. خلص انا فايل من البلد حدور على شيء برا. بالفيديو الجاي حتعرفوا كيف حفل. سبسكرايب باي.